بسم الله الرحمن الرحيم. يا عدتي في كربتي، الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولا دعوت غيره، لم يستجب لي دعائي. السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر. وإلى غيرك فلا تكلني إلهي، إلى من تكلني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري، أشكو إليك غربتي وبعد داري. فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، المحشوة بالآفات، المشحونة بالنكبات. بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة، السلام على المعذب في قعر السجود وظلم الساق المرضوض بحلق القيود. السلام على أمراء الإسلام وملوك الأديان وطاهر الولادة ومن أطلعهم الله على علم الغيب والشهادة وجعلهم أهل السادة. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا سرجك عليه ملويا، برزنا من الخدور على الخدود الاطمات وبالعويل الداعيات.